بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو يوم الأربعاء العاشر من شهر ربيع الثاني 1445. أنا الآن في قمة جبل شد الأعلى وبرفقة شيخنا علامة نبات السراد دكتور أحمد بن سعيد المشاش. حياك الله أبو سعيد. الله يبقيك ويغليك. حيا الله أبو أحمد. الله يرضى عليك. فرصة طيبة يا أبو سعيد أن نأخذ معلومات عن هذه الشجرة اللي أمامنا الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه نبتة أو شجيرة تسمى الشخث بالتاء أو الشخث بالتاء، وسمعت من يسميها الشخض بالضاء وليس الضاد. نعم. أي نعم. وهي من الفصيلة المضية اللي ينتسب إليها شجرة المض أو الأكاثية باللاتينية. شجرة عاسلة من أفضل النباتات اللي تظهر في هذا الموسم، خاصة في نهاية الخريف وأوائل الشتاء، وتعطي كمية إزهار كبيرة جدا. هي من المراعي، خاصة مراعي الإبل ترعاها، الغنم لا تنوش منها إلا الأغصان الطرية لأنها شائكة وشوكها حار جدا وأشواكها كثيفة وشوكتها حارة مثل شوكة الحل أو الشبرق. لها جرسها النحل طبعا، وهي كذلك نبتة عاسلة لها رحيق غزير مثل رحيق أشجار المض، وهم كما قلت من فصيلة واحدة. كنا ننتزع الزهرة هكذا ونمص الرحيق هذا الذي يخرج من أسفل الزهرة، وهو غزير جدا، يمكن أن يشبع الكثار منه، ممكن أن تتملأ منه البطون كما تتملأ من أزهار المض الذي يسمى المذخ. وكذلك يمكن أكل الزهرة بعد مص الرحيق الذي يخرج منها، شوف القطرة هذه. أيوة. ممكن أكل الزهرة، تؤكل عادي. تؤكل عادي وطعمها مقبول ولذيذ. جميل. منابتها عادة؟ هذه المنابت من ارتفاع 1000 إلى 1500 1600 تقريبا، هذه أكثر منابتها. منها أنواع أخرى لها زهرة صفراء لكنها قليلة الانتشار، ونوع آخر له زهرة حمراء ينبت في الجنوب، في جنوب المملكة. مثل جنوب المملكة في مثل إيش؟ يعني مثل جهات جبال النجران، جبال ظهران الجنوب، في المناطق هذه تظهر، وفي اليمن أيضا رأيتها. لكن عندنا هنا ينبت النوعان، النوع هذا البنفسجي ذو الزهر البنفسجي، والنوع ذو الزهر الأصفر المبيض، لكن هذا قليل، هذا الأكثر انتشار. لكني ما قد شفتها بالضخامة هذه صراحة. لا تضخم، هي تضخم خاصة في شدة هنا تنبت بأعداد كبيرة جدا وحجام ضخمة. تنبت من خضار تهامية؟ لا، المرتفعات السراء؟ المرتفعات من حدود 1900 إلى ارتفاع 1600. لا السراء ما تنبت في السراء. في 2000-2200 يعني ما تنبت؟ لا، منابتها من ارتفاع 900 حولها، قد تنزل قليلا وقد، لكن العادة من 900 إلى 1600 العادة. جميل. لها استخدامات معينة غير الرعي؟ كنا نستخدمها ضرم لإشعال النار. أيوة. لذلك إذا اشتعلت النار تعطي دخان شديد وكثيف جدا، يميل الصفرة، كثيف للغاية دخان. سبحان الله. أي نعم. وسريعة الاشتعال خاصة إذا كانت جافة ويابسة، سريعة وتحدث أصوات فرقعة. أي تحدث فرقعة عند الاشتعال.